إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسركم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل
الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديت الجود بعمارينيا تكاتا تايوش بأ الله سبحانه وتعالى فقاد زاري مبارقامي تقنيتنا إن شاء الله زاري يمننا قريم هنا بأدس رأس بأدس تمرتنا إن شاء الله إهنم رافلت سلام خارج الحروف نوم مخارج الحروف انجلي كون بفيت من الوقت يتكتتلاتشو لكنو تكلالاتشو بيهون دا مراجعان ومن التقاماهون بزوم انزاقي باتم ان شاء الله نقر قندقمو ايهنن كما جمري بفيت بعد لفودرس قسطوت يالق باتشو بزو لجوش تسلالو ان شاء الله السون لا ما استكاكل مكرار لهم بتلي يا استعادنا يا بسملا اقرار بتملكته اتردرجي راسنا ودم رافلت مخارج الحروف قبال له مالتنا ان شاء الله يا اللي قباچون طياقي ما طيق تشلالاچو جزاكم الله خيرا تلانتنا كتنغاغرنو درس مكاكل استعاده ب باستعادة بسملنا نزهم دقمو يسرع مجمرة آيات كارا بأراد تاينة تقرار اندمي كارانا برايينو استعادة بسملنا نزهم دقمو يسرع مجمرة من جزيم عد السرع سن جمر عد السرع بمن جمر جزي استعادة كارنبوالا بسملنا جنيالا بسملنا نرنا نزهم دقمو سرعون نجمرة لن مالتنو بزين جزي استعادة عندهم بسم الله النا يسرع مجمر يا آيات قار مالتناو بأعراض تينة النبابة ينببال وينم أعراض تينة النبابة بالو بأعراضو بفلقنو آينات مكرات النشران مالتناو النسونم من نزر زراتشو عندنا وصل الجميع هلونم مياز هلونم مياز سيبال استعادة كبسملة قراء بسملة كسرع مجمرة آت قراء أييزا المنبب إيه هي مجمرة القرار أينتنو مثالي أني بتلانتنا بسلفنا درس مالتنو مثالي يأيينو بسرعة الفاتحة نبرة أن مركتهنم إن شاء الله مثالي أني هلاتشو متكتاتلو بأرادتم ماينة القرار مكرات يتشالال بيالنهن وينما أرادتا يتقرار اللو بيالنهن السلم ياندانو تكتاتب إن شاء الله أن أنت بفلقة تشوت آينات مكرات بتتشلو مالتنو عندن يو هلون مياز وصل الجميع استعادا كبسملة قر بسملة كسر ومجمريا آيات قراء أييزن مانبام مالتنو مساري إن الملكات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من دنا درقنو استعادا كبسملة قراء بسملة درقمو كسرة ومجمرة آيات قراء أيزا باند تنفاشان ببويه القرار عندن يو القرارنو بزيه مقراتي تشالا المالتنو كلنم أيزا استعادا كبسملة قراء بسملا ندقمو كسرو مجمري آيات قراء أيايزن مانباب النجلالن هلتان يو أن باباب كلون مقرط كلون مقرط مقرط سيبال قطعو الجميع مالتنو استعادا لبتشونا نبالن بسملا لبتشونا نبالن اندزهم دقمو يسرو المجمري آيات لبتشونا جيتلنا نبالن مساريد من الملكات هلتشون بمساري وقلس السلاميون تكتاتلو مثالي أهون من سورة الفاتحة من يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نقلقنا استعادة نملا بالشوان أببن بسم الله نملا بالشوان أببن عندزيهم دقمو يسرعون مجمري آيات لبتشوان الببن سنزي هلتان يو أقرارنو بزيهم مايلتا قرار مكرات النكرة اللن مالتنو يمجمري أو عكس مالتنو يمجمري أو هلونم باندتن فاشن ببرا إيه إزانيان الببنو
ሁለተኛው ደግሞ ሁሉንም ቆራርጠን ለየብቻው ነው ያነበብነው ይህ ሁለተኛው የአነባበብ አይነት ነው ሶስተኛው አነባበብ አይነት እስቲዓዳን ከበስመላ ጋር እናያይዝና እንቆማለን ከዚያም ደግሞ የሱራውን መጀመሪያ አያት ለብቻው እናነባለን ምሳሌ እንመልከት አሁንም ሱረቱ ፋቲሃ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من هذا الرجل استعاذا كبسم الأقر أيزا كان ببن بحالة يسرون مجمريا آيات دقمو لبتشوان ببن يسوس تنوان نباب ببنو يمجمريا وكلنا ما يزا نوال ሁለተኛው ሁሉንም ቆራርጠን ያነበብነው ሶስተኛው ደግሞ እስቲዓዳን ከበስመላ ጋር ካያያዝን በኋላ የሱራውን መጀመሪያ አያት ደግሞ ለብቻው አነበብን ማለት ነው ይህ ሶስተኛው አነባበብ ነው በዚህም ማንበብ ይቻላል አራተኛው አነባበብ አይነት እስቲዓዳን ለብቻው ካነበብን በኋላ በስመላንና የሱራውን መጀመሪያ አያት ደግሞ አያይዘን እናነባለን እንመልከት ምሳሌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من هذا الرقم هون استعاذا ككرر بها لك ومن كزيام من رقنا بسمرا لنا يسرعون مجمرئات أي يزانا نببن ይህ አራተኛው የአነባበብ ዘዴ ነው በእነኚህ በአራቱ አሁን በተጠቀሱት ማለት ነው በአራቱም በተጠቀሱት የንባብ አይነቶች አሁን ባየናቸው መቅራት እንችላለን ማለት ነው በፈለግ ነው በአራቱ አንዱ መጣን ማንበብ እንችላለን ብንፈልግ ወስሎ ጀሚያ ሁሉንም አያይዘን እናንባለን ካልፈለግን ደግሞ ለዚሁም ደግሞ ቆራርጠን ለየብቻው እስቲዓዳ ለብቻው በስመላ ለብቻው የሱራውን የመጀመሪያውን አያት ለብቻው ማንበብ እንችላለን እንደዚሁም ደግሞ በስመላን እስቲዓዳ ከበስመላ ጋር ካያያዝን በኋላ እንቆማለን እንተነፍሳለን ከዚያም የሱራውን መጀመሪያ አያት እናነባለን ወይንም አራተኛው እስቲዓዳን ለብቻው ካነበብን በኋላ በስመላንና የሱራውን የመጀመሪያ አያት አያይዘን እናነባለን እንግዲህ እነኚህ የተጠቀሱት አራቱ የእስቲዓዳን መጀመሪያ ሱራ ላይ የሱራው መጀመሪያ ጋር ስናነብ እስቲዓዳ በስመላና የሱራው መጀመሪያ ጋር እንዴት እንደሚነበብ ነው እስካሁን የተነጋገርናቸው ማለት ነው በዚህ ላይ ያልገባችሁ ካለ ኢንሻአላህ ወደ ቀጣዩ ከማለፌ በፊት ኢንሻአላህ መልስላችኋለሁ ማለት ነው በዚህ ላይ ያልገባችሁ እስቲዓዳን በስመላንና የሱራው መጀመሪያ ጋራ እንዴት እንደሚነበብ ያልገባችሁ እህቶች እንደውም ወንድሞች ካላችሁ ገብቷችሁ እንዳልፍ ደግሜላችሁ አልፋለሁ ካልገባችሁ ማለት ነው ካልሆነ ከገባችሁ ወደ ቀጣዩ ልለፍ ማለት ነው طيب ወደ ቀጣዩ ልለፍ እስካሁን ጥያቄ መጣልኝ ይለም በስመላ ስለ በስመላ አቀራር እንይ እንግዲህ በስመላ በሱራው መጀመሪያ ላይ የሚገኝ ነው ሁላችንም በስመላ ማለት ይኖርብናል በሱራው መጀመሪያ ማለት ነው ይሄንን በስመላ አንድ ሱራ ከጨረስን በኋላ ወደ ሁለተኛው ሱራ ከመተላለፋችን በፊት ወደ ሁለተኛው ሱራ ስናልፍ አንድ ሱራ ጨርሰን እየቀራን ያለ ወደ ሁለተኛው ሱራ ለመግባት ስንፈልግ በስመላን እናገኛለን ይቺን በስመላ በምን አይነት መልኩ ትቀራለች የሚለውን ነኝ ይቺ በስመላ በሁለት ሱራዎች መካከል በስመላ በሶስት አይነት አነባበብ ትነበባለች ይህም ሲባል ምንድነው እየቀራን ይያለ ምሳሌ አጭር ሱራም ሊሆን ይችላል ረጅም ሱራም ሊሆን ይችላል እየቀራን ይያለ ከጨረስን በኋላ በስ አንዱን በስመላ ወይንም አንዱን ሱራ ከጨረስን በኋላ ከዚያ በኋላ ያለውን ጨርሰን ወደ ቀጣዩ ሱራ ስናልፍ የምናገኘው በስመላ አለ መጀመሪያው ማለት ነው እና በስመላን በሁለቱ ሱራዎች መካከል ላይ ስትገኝ በሶስት አይነት አነባበብ ትነበባለች
مساري سمنهير إن شاء الله يبلت قلسي هون اللاتشوال عندت نو وني با تلان تنا با تقس كل لاتشو مساري نو مالفو بسورة الماعون النا بسورة الكوثر مكاكري متقنوان بس مرانوني إن شاء الله يمتقس اللاتشو مالتنو إن شاء الله تكتاتلوه اللاتشو مالتنو ይህንን ለምሳሌ ነው እንጂ ያመጣሁት በማንኛውም ሱራዎች ይካሄዳል ማለት ነው አንደኛ قطعul jami' ሁሉንም መቁረጥ ማለትም ሁሉንም መቁረጥ ሲባል የምንጨርሰውን ሱራ የመጨረሻው አያት ላይ የጨረስነው ሱራ ማለት ነው የመጨረሻውን የጨረስነው ሱራ የመጨረሻውን አያት ለብቻው ካነበብን በኋላ በስመላ የቀጣዩን ሱራ በስመላ እናገኛለን በስመላን ለብቻው እናነባለን እንደዚሁም ደግሞ ያድሱን ሱራ የመጀመሪያውን አያት ለብቻው እናነባለን ማለት ነው ወደ መሳሪው سنገባ ኢንሻአላህ የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው በሱራቱል ማዑንና በሱራቱል ኮውተር መካከል መሳሪ እንይ ሱራቱል ማዑን እየቀራን ይያለ የመጨረሻው አያት ጋር درسን የመጨረሻው አያት ወየምናኡነል ማዑን የሚለው አያት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው አቀራር قطعul jami' ነው ብያለሁ ሁሉንም መቁረጥ እንግዲህ አቀራሩን ላሳያችሁ ويمنعون الماعون የመጨረሻው አያት ደርሰን አቆምን ከዚያም ቀጣይ ሱራ ለመቀጠል ፈልገናል بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر من አደረግነው የጨረስን ሱራ የመጨረሻውን አያት ለብቻው አነበብን በስመላንም ለብቻው አነበብን ነጥለን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ የሱራቱ ኮውተር የመጀመሪያውን አያት ለብቻው አነበብን ይህ የመጀመሪያው አነበብ አይነት ነው ሁሉንም ወራርጠን ማንበብ ማለት ነው ሁለተኛው وصلul jami' ሁሉንም ማያዝ ሲባል የምንጨርሰው ሱራ የመጨረሻውን አያት ከበስመላ ጋር እናያይዘዋለን በስመላን ደግሞ ከ سوره كم نجمر السوره يمجمر ايات غرا ييزلنا نبوالن ان الملكات مساري ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر من ادرجنا ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر من ادرجنا كلهم اياذن የጨረስነው የመጨረሻውን አያት ከበስመላ ጋር ያያዝነው በስመላን ደግሞ ከመጀመሪያው ከአዲሱ ሱራ የመጀመሪያው አያት ጋር ያያዝነው ይህ ሁለተኛው አቀራር ነው ሶስተኛው አቀራር ደግሞ የሱራውን መጨረሻ አያት ለብቻው ካነበብን በኋላ እንቆማለን ከዚያም በስመላን ደግሞ ከሱራው መጀመሪያ አያት ጋር ያይዘና ነባለን ምሳሌውን እንመልከት يقرن يلون سورة المعون نابا سورة الكوثر مكاكن ما سيأتو ويمنعون الماعون انكم على سورة الرسل كزيام كتاي سورة النكاتل نو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر من هذا الرقل بسم الله كإنا أعطيناك ويم كسورة مجمرة آت غرا يزنوال لما جرشون يجرسنو آت مجرشون قل የጨረስነው ሱራ የመጨረሻውን አያት ለብቻው አንብበን በስመላን ከሚቀጥለው ከአዲሱ ሱራ የመጀመሪያው አያት ጋራ አያይዘን አንብበናል ማለት ነው በማንኛውም ሱራ መካከል የሚገኘው ነው በሱራቱል ኢኽላስ እና በሱራቱል ፈለቅ መካከል በስመላን እናገኛለን ሱራቱል ፈለቅ ላይ አዩ ሱራዎች ላይ እየቀራን ያለ ሌላ ሱራ መቀጠል ስንፈልግ በስመላ በሶስት አሁን በተቀስኳቸው በሶስቱም አይነት አንነባበብ ማንበብ ይቻላል ማለት ነው በፈለግነው አይነት አራተኛው የንባብ አይነት አለ እሱም ምንድነው ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بلن ماقوم كذيام ان اعطيناك الكوثر ማለትም የምንጨርሰውን ሱራ የመጨረሻውን አያት ከበስመላ ጋር ካያዝን በኋላ ማቆም እንደዚሁም ደግሞ የአዲሱን ሱራ የመጀመሪያውን አያት ለብቻው ማንበብ የተከለከለ ነው ይሄን ነው አብዛኛው ጥያቄ እየመጣብኝ የነበረው ሁላችሁም ተረዱኝ እዚህ ላይ እየጨረስን ያለው የሱራው መጀመሪያ ማለት ነው የሱራው መጨረሻ አያትን ከበስመላ ጋር አያይዘን የምንቆም ከሆነ ምሳሌ አዳምዱን
ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بيا باكم هون بسم الله الرحمن الرحيم يمن سورة مجرشة آيات نومي مسلو يسورة الماعون يمجرشة آيات عدرقم يمن السبو لا دماج اجمالتنو كزيام إن أعطيناك الكوثر بني يجي بس ملا يا إن أعطيناك نتنجي يزانيو ما يمكفش عنو جي إن أعطيناك يا سورة الماعون يمجرشة آيات تدرقو يتايم مالدو سلزي زيلاي تنكاك يمي الدرقو ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بلن عناكم مويلم كلنا ما قتلني على ابن مالتنا. سلازي عبزاني تشاتشو يا لقباتشو بزيه نو مالتنا. يا لقباتشو عبزاني تشاتشو بزيه نو. سلازي لا أدماتو تشلكا هون ديك الرهو لاتشو يمجا رشاون آت كبسم لا قرا ييزن يمناكم كهونا يتشي بسم لا يمجا رشاو آيات نات بلاو يقم تعلو لا أدماتو تمالتنا. نبزيه يتنسى يتجر مهرانوك يهنن عقرار يكالك لالو مالتنو يهنن عقرار يكالك لالو انقداهون يأيناتشو يستعادن النا يبسملان عقرارنو عتربال ملوكو ودواناو تمرتاتشن هون مكامقباتاتشن بفيت تياكي متيك متفلقو متيك تشرال لاتشو تياكي متيك متفلقو متيك تشرال لاتشو نحن ندقمكوت بالفو بأسلفنو رسلاي تنوال أهم بدقام يدقمكوت يبلتا قدس هونو اللاتشو اندالف بمالتنو الناس الازي هولاتشوهم الزيلاي مكتاتلو بيتشام سايحونو أنو نقر تكتاتلاتشو قبتواتشو وتقبار لاين دي التولوتنا ميفلقو يتجور تمرت ممارو بيتشام نم فايدا يلوم فايدا يمينو رو كتمار نبو هلا ودا تقبار سنك ايرونو تجوي تمرت من قزيم تقبار يتايقان تقبارو كليلا وقرآن لاي بتقبارو كلاد الرقنو لما مار زنبلا قيزيات كنن مقدر نو يموهنو سرازيه الله كنن يتجول تمرت كتمارن بوهنا يبزا بتمارن بات مسارات ولا تقبار لنك ايرو يقبال مالتنو سرازيه الله كنن إن شاء الله يتجول تمرت با يبيتات كنن مطوال يتمارن يارقبان نجيت ايكن مقرات ينو ربنا المالتنو نبزي ملكونا إن شاء الله جزاكم الله خيرا يا القبّاتشو نقر كالا ما تيك تجرال لاتشو طيب ودامي كتلو رئيساتشن ننلف انجلي زاري من جمراو عدس رئيسنو اسم مقرافولات مخارج الحروب يفيدلات موجع ازي لاي كلاتشوهم لتكتاترو يقبال مخارج الحروب مخارج الحروف يفيدلات موجع مالتنو يفيدلات موجع موك بهولاتشنم لاي ينو ربنال يفيدلات موجع هولاتشنم تنككان يمنناكو هنا عندو كاندو اي قاج ربنم مالتنو ايان دانو فيدل اوضات اتشون ليتان يمنناو اتعبت هجات عمينو ران با يتجود انتمرت دقمو ابزان يو بزي الشفنال مالتنو مني دانو يتجود مورانوش مخارج الحروف لنا صفة الحروف مالتن يفيدلات باهري ياو وقسو باتك الكلمة ببتشلالي لالو سلازيه مخارج الحروف بدن بليتو ماوك قرآن باتك الكلم دنك أرا ياقزانال ويميردانال مالتن سلازيه اللاتشنم يهن المخارج الحروف يفيدلات موجة بوتا ليتن لنوك القبال عندو كعندو فيدل بمنن دمي اللي يتبوتا دمي وطا ሁላችንም ልንይዘው ይገባል መخارጀል ሁሩፍ አንዳንድ መውጫ ቦታ ስለሆነ ያለው በጣም ቀላል ለመያዝ አመቺ የሆነ ነው ወደ ፊደላት ባህሪ ስንመጣ ነው ትንሽ ደንገር የሚለው እንጂ የፊደላትን መውጫ ቦታ ለመለየት ለማወቅ በጣም ቀላል ነው እንደዚሁም ተግባር ላይ ለማዋል አንድ ነገር ቦታው መውጫ ቦታው ከታወቀ ለማውጣት የሚከብደን ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን መውጫ ቦታ እየተከታተልን لنلايو لنوكي قبال مالتن إن شاء الله جزاكم الله خيرا مخارج الحروف انكده با قوانقو يترقوامينا يتجرو مهرانو تشاسك أمتوت ترقواميان له مخارج الحروف مخارج مالت يو موج عبوتا مالتنو با قوانقو قلسة مالتنو بتجرو مهرانو تشغلسة عددمو فيدلاتو تشيميو تبات قلسي ميهونو باتنا
كليل أو فيلا ليميل ليوباتي هنا بوتا مالتنا مخارج الحروف مالت فيلا لا توش كميو تباتي هنا قرس إمي هون باتنا كليل أو فيلا ليميل ليوبات يا هنا بوتا مالتنا سلازي يهن مخارج الحروف ترقوامي وبقوانقوا درجانا بأصطلاح درجة وين بتجر مهرانوش جلسة يهنني مسلا المالتنا ليلا ودا زرزرو كمقباتاتشن بفيت يفيدلاتن موج عبوتا يمان نيون فيدلاتوش موج عبوتا لماوك مسفرتو تشالو مالتم يمنا بقلالو مليتن دنشل وينم بقلالو موتاتن دنشل خطوة تشالو والنسون النملكات عرات انتمو تشالو اكهيدو تشالو بنني ملوكو كانت ببناتشو ان شاء الله مخارج الهروف مقلالو يمن ليباتا قاد عميال لمالتنو እንግዲህ የመድ ፊደላቶች የሚባሉ አሉ መሳቢያ ማለት ነው ከነሱ ፊደላቶች ውጭ አሉ 28ቱ ፊደላቶችን የ28ቱ ፊደላቶችን መውጫ ቦታ በቀላሉ ለማወቅ ምን ማድረግ ይኖርብናል አንደኛ ማወቅ የምንፈልገውን ፊደል ሱኩን ወይንም ሸዳ ማድረግ ወይንም ሸዳ ማድረጉ የተመረጠ ነው ይላሉ ነገር ግን ማወቅ የምንፈልገውን ፊደል በማንኛውም በሱኩን ወይንም በሸዳ እንት ማድረግ ይኖርብናል ማሐረክ ይኖርብናል የማወቅ የምንፈልገው ማለት ነው ምሳሌ ካሊፍ ስካያ ወይ ያለውን ይችላል ወይ ባልሆን ይችላል ወይ ታለውን ይችላል ይሄንን አሁን ለምሳሌ የባል መውጫ ቦታ እንወቅ ብንል የባል ምን ማድረግ ይኖርብናል ሱኩን ማድረግ ወይንም ሸዳ ማድረግ በሱኩን እንመልከት ሱኩን ካደረግን በኋላ ከፊደሉ በፊት ደግሞ ምን እናስገባለን ሀምዘተ ልወስል እናስገባለን ፊደሉ አለ ባ ማለት ነው በሱኩን ተቀምጧል ከሱ በፊት ምን እናደርጋለን ከሱ በፊት በሀምዘተ ልወስል እናስገባለን አሊፍ ማለት ነው ሀምዘተ ልወስልን ከሱ አስቀድመን እናደርጋለን ሀምዘተ ልወስልን ደግሞ በማንኛውም ሐረካ የተሐረከ ማድረግ እንችላለን ሀምዘተ ልወስልን ወይ ፈትሃ ወይ ከስራ ወይም ضمه ለምሳሌ በፈትሃ ብናደርግ ሀምዘተ ልወስልን ከዚያም ባሱኩን ብናደርግ እናንብበው ሀምዘተ ልወስል ፈትሃ ሆኗል ከዚያም ባሱኩን ሆናል እናንብበው አብ ነው የሚለው አይደለም ሀምዘተ ልወስል ፈትሃ ሲሆን አ ነው የሚሆነው ባ ደግሞ ሱኩን ሲሆን በ ነው የሚሆነው አብ አብ ስንል አብ ባ ስናነብ ምንድን ምን ላይ ነው ወጣው አብ በ ምንድን ነው ነው ከንፈራችን ተጣምሯል ማለት ነው ስለዚህ ባ በየት ነው የሚወጣው ማለት ነው በከንፈራችን የሚወጣው በዚህ አይነት መልኩ ሁሉንም ፊደላቶች ሀምዘተ ልወስልን እና ማወቅ የምንፈልገውን ፊደል ሱኩን ወይም ሸዳ ያደረግን ድምጹን ያደመጥን የሚያቋርጥበት ቦታ የፊደሉ መውጫ ቦታ መሆኑን እያወቅን ማለት እንችላለን ማለት ነው እና ይሄን በቀላሉ ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት መለየት የምንፈልገውን ፊደል ለመለየት ያክል ነው ሌላው የመድ ፊደላቶችን እንደዚሁም ደግሞ የሊም ፊደላቶችን መውጫ ቦታ ለማወቅ ማድረግ የሚኖርብን ማንኛውንም ፊደል ማንኛውንም ፊደል ካሊፍ ስካያ ማለት ነው ፈትሃ አው ለምሳሌ ባን እንደነኛ ባን ፈትሃ ካደረግን በኋላ የአሊፍ ሱኩን የመድ ፊደላቶችን መውጫ ለማወቅ ማለት ነው አሊፍ ሱኩን እናስገባለን ባ ፈትሃ ሲሆን ባ ነው የሚሆነው ከዚያም አሊፍ ሱኩን ስንጨምርበት በኢትዮሰነ ድምጽ ጭማሪ ይሰጠናል መድ ማለት ነው ስለዚህ የአሊፍን ወይም የመድን መውጫ ቦታ ለማወቅ የአሊፍ መድ ማለት ነው በ ያለው ይሄ ተቋረጠው ቦታ የማን መውጫ ቦታ ሆኖ እናገኘዋለን የአሊፍ መድ መውጫ ቦታ ሆኖ እናገኘዋለን እንደዚሁም ያን መውጫ ቦታ ለማወቅ ብንፈልግ ያሱኩን ያመድን ማለት ነው ምን ማድረግ ይኖርብናል ባን በከስራ እናሐርክና ቢ እንላለን ከባን ከስራ ካደረግን በኋላ ደግሞ ያሱኩን ወይም ያመድን እናስገባለን ያሱኩን ወይም ያመድን ስናስገባ ቢ የነበረው ቢ የተወሰነ ድምጽ ጨመር እናደርጋለን ቢ ይ ያለው ድምጽ የማን መውጫ ቦታ ሆኖ እናገኘዋለን የማን ድምጽ ሆኖ እናገኘዋለን የያመድ ሆኖ እናገኘዋለን የያመድ መውጫ ቦታ ሆኖ እናገኘዋለን እና የያመድ መውጫ ቦታ በቀላሉ በዚህ ማወቅ እንችላለን ዋውን የዋው መድ بنመለከት አሁንም በባንም እናያሁንም ባ ضማ ቢሆን ቡ ነው የሚሆነው ከዚያም ዋው መድን ወይ ማው ሱኩን ስንጨምርበት ቡ ከበፊት ከነበረው ድምጽ በላይ ተወሰነ ጨመር ይላል ማለት ነው ቡ ይላል ይህ ቡ ው ያለው ድምጽ ው ያለው የማን ፊደል መውጫ ነው የዋው መድ መውጫ ቦታ ሆኖ እናገኘዋለን
بندزي بندزي يادا دغنا يمد فيدراتو تشلنا ياندانتو يارابنيا فيدرات موچا بوتا باقلالو ماوك انچرالن معناتنو انجد ودا زرزرو سنغابا يا فيدلات موچا بوتا يا فيدرات موچا بوتا ብዙ የተጅሩ ሙራሮች ግማሹ 14 16 17 ያሉ አሉ። ነገር ግን የኢብኑ ጀዘሪ ረህመቱላሂ አለይህ የሳቸውን አባባል ይዘን ነው የምናልፈው። እሳቸው 17 የሚሉት ነው የምንይዘው። የኻሪጀል ሁሩፍ ወይም ፊደላት መውጫ ስንት ናቸው ተብሎ የምንጠይቅ 17 ናቸው ነው የምንለው። እነኚህን 17ቱን መውጫ ቦታ እንመልከት። 17 መውጫ ቦታ አሉ። እንግዲህ ሁላችሁም ልትይዙ ይገባል። 17 መውጫ ቦታዎች ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። ከዚያም ደግና ለኛ 17 መውጫ ቦታ ስለሚጠቃለሉ ባጭሩ ስናውቅ እያንዳንዱ ስንጨፈራልቃችሁ በቀላሉ ይያዝ ስለምንሄድ ግርላችሁ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ዋናው የመጀመሪያው ጥያቄ መኻሪጀል ሁሩፍ ስንት ናቸው? የፊደላት መውጫ ስንት ናቸው? ተብራችሁ ስትጠየቁ 17 ማለት ይኖርባችኋል። 17 መውጫ ቦታዎች አሉት። የፊደላት መውጫ 17 ናቸው። 17 መውጫ ቦታ ይገኛል ለአረብኛ ፊደላቶች ማለት ነው። እንመለከት እያንዳንዳቸው። እነኚህን ደግሞ ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት 17ቱን መውጫ ቦታዎች በአምስት ዋና ዋና መውጫ ቦታዎች ተጠቃለው እናገኛለን። በአምስት ዋና ዋና መውጫ ቦታዎች ተጠቃለው እናገኛለን። ማነን 17ቱን መውጫ ቦታ ማለት ነው። 17ቱን መውጫ ቦታ 17ቱን ዝም ብለን ንዘርዝር ብንል ትንሽ ከበድ ስለሚል ወደ አምስት አጠቃለሉት ማለት ነው። 17ቱን የሚይዙልን ዋና ዋና አምስት መውጫ ቦታዎች ሲገኙ እነኚህን 17 መውጫ ቦታዎች በአምስቱ አጠቃለልናቸው። እነኛ አምስቱ ዋና ዋና መውጫ ቦታዎች እነማን እነማን ናቸው? ሁላችሁም ተከታተሉ። አንደኛ አልጆፍ። አልጆፍ ማለት የአፍና የጉሮሮ ባዶ ቦታ ማለት ነው። አልጆፍ አጆፍ የመጀመሪያው 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 እንት የመውጫ ቦታ ነው። የመጀመሪያው መውጫ ቦታ ነው አልጆፍ ማለት ነው። አልጆፍ አልጆፍ የአምካምስቱ ዋና ዋናዎቹ የመጀመሪያው ሲሆን ሁለተኛው አልሐልቅ ነው። ጉሮሮ አልሐልቅ ማለት ጉሮሮ ነው። ጉሮሮም ከአምስቱ ዋና ዋና መውጫ ቦታዎች ይመደባል። ሶስተኛው አሊሳን ምላስ ማለት ነው። ምላስም እንደዚሁ ሶስተኛውን ዋና ዋና መውጫ ቦታዎች ይተካለላል። አራተኛ ሁለቱ ከንፈራቶች አልሸፈታን። አልሸፈታን ሁለቱ ከንፈራቶች። አምስተኛ አልኸይሹም። አልኸይሹም ኮሽኮሾ ማለት ነው። በአማርኛችን ኮሽኮሾ ይባላል። አልኸይሹም እነኚህ አምስቱ ዋና ዋና መውጫ ቦታዎች ይባላሉ። እነኚህ አምስቱ ዋና ዋና መውጫ ቦታዎች 17ቱን መውጫ ቦታዎችን አጠቃለው ይዘውልናል። እነኚህን 17ቱን መውጫ ቦታዎች አሁን የጠቀስናቸው አምስቱ ዋና ዋና መውጫ ቦታዎች አጠቃለው ይዘውልናል። ወደ ዝርዝሩ በኢዝኒላህ በሚቀጥለው ፕሮግራም ነው የምንገባው ማለት ነው። ዛሬ ያው በዛ ስለሚል እየጻፍኩ ነው ማሳያችሁ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን። ለዛሬው ግን የመኻሪጀል ሁሩፍ 17 መሆናቸውንና እንደኚህን 17ቱን ደግሞ በአምስት ዋና ዋና መውጫ ቦታዎች እንደሚጠቃለሉ እንደዚሁም አምስቱ ዋና ዋና መውጫ ቦታዎችን ስም ዝርዝር ልታውቁ ይገባል ኢንሻአላህ። በዚህ መልኩ የዛሬው ትምህርታችንን እናጠቃልላለን። ያልገባችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኢንሻአላህ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ነገ ቢኢዝኒላህ ወይም የሚቀጥለው ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ ወደ ዝርዝሩ እንገባለን። ያው ማስተዋሻ ያያዛችሁና ያለገባችሁ ነው የጠይቃችሁ ኢንሻአላህ እናልፋለን ማለት ነው። ኮመን የሆነ ሰዓት ወይንም የታወቀ የሆነ ሰዓት እንመድባለን ኢንሻአላህ አሳውቃችኋለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ጥያቄ ካላችሁ ተፈጠሩ። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ።
استعاذان قرآن سنقرا بمالني يوم صلاتم لا ينهون كصلات وجم منهون قرآن لما قرأت من فلجزي استعاذان مالتي نوربنا استعاذان بلن القرآن من الجمره صلات لا ينهون بمالني يوم بوتا مالتي تاكن مريم الجوف يا أفنى يقول ربنا وتكفت وتسيبال من دمالتني مثله يوستنياو من مسونة تاكن نجا ساي قراي ويمسونة تاكن ساي نكا كا بارو بوتاو على مسالي كبالي فتحة هونو ويبالي كسرة هونو ياسكون سنجمل بي نلال نادلا كبا كسرة نزوم دمو ياسكون سنجمل بد بي لال سن السبب ي يمل دم سبنا لي سنل كأفاتشن سكبر راتشن كفتو بوتا من مسونة تاكن نجا ساي قراي ساي تامر يا ميوتاو دمس هنا بوتا هي بوتا جوفي بادان مالتنو يا افنا يا غرو رو بادا بوتا يلوتان بارابنو الجوف مالتنو سلام قرات مالتم سلسي عادا يتملى سلسي عادا استعادا انجدش يا مجمرو عقراب قطع الجميع بيالهم هلون ما قرات سيبال من دنو استعادة لبتشو منبب بس مرة لبتشو منبب يسرع مجمرة لبتشو منبب بس مرة نكون يتأكشي دقمو بهول السورة مكاكل يا من يجرسون سورة يمجرسون آيات لبتشونا نبالن بس مرة لبتشونا نبالن يعدسون سورة يمجمرون آيات لبتشونا نبالن بس مرة نكون ساعات إن شاء الله الناس هواكش شوينا جزاكم الله خيرا تيجي على تشوف بنقرأ لي مخارج الحروف كهم بفيت بترجع جامي رمضان لي تمرنوال من البات ياهن عند مراجع ويندك اللسان ويتتك من يعلنو إن شاء الله هنا نمفيدو شهر سلم يهون ياو تدقى قمتالاتشو بميكا تلاو بروغراماتشن مخارج الحروف انصفا بعد ملوكو يزر الزرنو من الفو إن شاء الله يارقى باتشو جيد إيقا تتدالاتشو جزاكم الله خيرا أي تشالم ميتبالو هداتشن بسملا بولس روش مكاكل سيكا را يمنو بولس روش مكاكل لاي يا من نجرسون سورة يا يجرسون سورة ما جرسون آيات الله يما جرسون آيات كبسمة لا جرى أيزن موقوم يلبنهم مكناتهم بسمة لا كجرسون سورة ما جرسون آيات جرى أيزن كوقومن يجي بسمة لا يجرسون سورة ما جرس آيات نوبلو عندما تسلمي جمت يمل مرجنا سكمتو تي تجر مهرانو تناس لذي يهنا يتكلك كلا ويم كلك لبرو سكمتو تعلم لذي سنقرا يمجرشون آيات كبسملا غير ما يازي لبنم كيازن مقوا بسملا كميقتلو كحديث سورة يمجمرو آيات غير لينا يايزو يقبال يا كان هنا ادماچو اندي بسملا يزي سورة مجرش آيات نات اندي برو لياسب سلاميتشيل نو اي مكنياتو اي بيتشا نو جزاك الله خيرا زيراي مسابيعوچن يامطاحوبت مكنات يمسابيعوچو موچام بوتا لماوقنجي بموچا بوتا لاي مسابيعوچن لممار ايدلم ب يمسابيا موچا يمسابيا بوتاوچن موچا بوتا لماوقنو يفيدلات مسابيعالو حروف المد يميبالو مالتنو يننيهن موچا بوتا لماوقنو انجي بزي بمخارج الحروف لاي يفيدلاتن مسابيا لماوق ايدلم ازي ماكو جزاك الله خير طيب ان شاء الله طياقي كليلاتكم وجزاكم الله خيرا بميكاترو بروجرام الله سبحانه وتعالى اسكم يغنيني درس ازي لاي سنابتاچو اللهم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.